دعاؤها عليها السلام للمهمات: يا الله يا عز مذكور، وأقدمه قدما في العزة والجبروت. يا الله يا رحيم كل مسترحم، ومفزع كل ملهوف. يا الله يا راحم كل حزين، يشكو بثه وحزنه إليه. يا الله يا خير من طلب المعروف من، وأسر في العطاء. يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقدة بالنور من، أسألك بالأسماء التي تدعو بها حملة عرشك ومن حول عرشك يسبحون بها شفقة من خوف عذابك، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي. يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة، أسألك بذلك الاسم الذي تحيي به العظام وهي رميم، أن تحيي قلبي وتشرح صدري وتصلح شأني. يا من خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة، يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء، أسألك بالاسم الذي دعاك بي خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاء، وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضر وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين، وعلمته منطق الطير. وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيى وخلقت عيسى من روح القدس من غير أبين، وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي، وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين، وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس،
وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء، وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء، أسألك بهذه الأسماء لما أعطيتني سؤلي وقضيت بها حوائجي يا أرحم الراحمين. يا الله يا عز مذكور وأقدمه قدما في العزة والجبر، يا الله يا رحيم كل مسترحم ومفزع كل ملهوف، يا الله يا رحيم كل حزين يشكو بثه وحزنه إلي، يا الله يا خير من طلب المعروف من وأسر في العطاء، يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقدة بالنور من، أسألك بالأسماء التي تدعو بها حملة عرشك ومن حول عرشك يسبحون بها شفقة من خوف عذابك، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي، يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة، أسألك بذلك الاسم الذي تحيي بالعظام وهي رميم أن تحيي قلبي وتشرح صدري وتصلح شأني، يا من خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة، يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء، أسألك بالاسم الذي دعاك بي خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبالاسم الذي دعاك بي موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاء، وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضر وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين
وعلمته منطق الطير، وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيى، وخلقت عيسى من روح القدس من غير أبين، وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي، وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين، وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس، وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء، وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء، أسألك بهذه الأسماء لما عطيتني سؤلي وقضيت بها حوائجي يا أرحم الراحمين.